نحن من الحل اللي بنطرحه، وخذ حلنا كامل ما ناقص. نحن من الحل اللي بنطرحه انه البلد دي تلتفت الى الانتاج والى العمل، الى الزراعه والصناعه، وتلتفت الى تربيه الحيوان، وتلتفت الى التجاره. دي اربعه من مصادر الانتاج ذكروها علمانا كما ذكر الماوردي في ادب الدنيا والدين. دي اربعه مصادر للانتاج، ونحن الاربعه مصادر دي عندنا موارد متوفره في بلدنا. نمشي نزرع بدل نقعد نعديها. الشباب الان يقول لك نحن معتصمين وصابيننا وقاعدين في الشوارع ومع ستات الشاي ولابسين ناصر ومفلفلين شعار، وديل قالوا دار يصلحوا البلد. ديل ما بصلحوا بلد، يصلحوا البلد دي بناطلينهم دي يصلحوها ويمشوا هناك المزارع يشتغلوا. بنطلونك ده امور قوله بس اقع الراقي نجيض، فهمت؟ وامشي الخلا هناك ازرع واسرح ببهايمك، ربي بهايمك، ده اللي بينتج وبجيب لي وبدينا لقدام. لكن قاعد هنا منصه لك مع بيت ويا كنداكا ورقمك طلع صح ودم الشهيد ما راح. يا زول انت بتلعب ولا شنو يا ولد؟ يا ولد انتوا ما بتصلحوا بلد. انتوا غشوكم الخواجات وشفتوهم قاعدين يرقصوا في الملاهي وبيصعلقوا قايلين انه ديل هم الخواجات اللي طوروا بلد الخواجات، وانت مغشوش ومسكين. ديل ما طوروا بلاد الخواجات، ما هم طوروها، ديل صعاليقهم، ديل صعاليقهم، وديل السفهاء حقينهم اللي بيسكروا بيعربدوا وبيرقصوا في الجامعه. اتطوروا البلاد بتاعت الخواجات ناس بيتعلموا، قعدوا في المراكز البحثيه وتعلموا العلم الدنيوي وبحثوا واكتشفوا واخترعوا وطوروا بلدهم وانتجوا. ديل الناس اللي طوروا بلد الخواجات، ما طوروا الصعاليق اللي قاعدين برا بيسكروا بيعربدوا. ديل الجامعات الان الكبيره في العالم، جامعه اوكسفورد، جامعه ادنبرا، غير من الجامعات الكبيره، ما سمعنا بجامعه منهن فيها محل بتاع حفلات جوا ورقيص وغنى وبعرب وشالون دلوكه. انت هنا جامعتك دي فيها قرايه؟ انت قاعد تقرا؟ هنا وعيد بتقرا شنو ذاته؟ انا ما الجامعه دي قاعد شغال فيها وعارف الحاصل. الطلبه تكون في صفين الاوائل، ديل منتبهين مع الدكتور اللي بيشرح. مين الصف الثالث مقبلين له ورا كده؟ اي واحد مع زولته وبتونسوا، والواحد جاي داخل القاعة لا شيء لا ورقة ولا قلم. انت منتهي الرخصة ولا شنو؟ لا ورقة لا قلم. دين الطلبة الدار يودونا لقدام. يا ناس نحن لابد ننتبه إلى البحث العلمي نمرة واحد، ونحترم العلم. الكيزان دمروا العلم في البلد دي. دمروا العلم لأنه بقى العلم في حد ذاته ما عنده قيمة. أنت بتتخرج بشهادة، إن كانت شهادتك مقيمة مميزة أنت ما حتلقى أي فرصة ولا تلقى أي مجال في البلد دي. ليه؟ لأنه أنت مكوز. وأنت الليلة جايين باسم الحرية وباسم التغيير، أنت جاي تطبق نفس السياسة الكيزانية، سياسة التمكين حقت الكيزان أنت جاي تعملها، ما نفس الشيء. ما زمان الزول بتعينه في الوزارة لأنه كوز، وأنت الليلة جاي تقلب المسألة. ما عملنا حاجة نحن، ما في احترام للعلم وتقدير له. بترفض وتفصلوا دكاترة، دكاترة بتاعين جامعات بترفضوا وتفصلوا، ونحن عايشنا المسألة دي سنة 2005 2006 اترفضوا بروفات من الجامعة دي هنا. أميز البروفات عندنا في الكلية والمحاضرين الكبار رفضوهم لأسباب سياسية، رفضوهم لأسباب سياسية وقلعوا منهم البيوت. بروفات كبار الواحد عمره فوق للستين، وديل وصلوا خبرات علمية وحصلوا تجارب علمية كبيرة جدا ممكن الناس تستفيد منهم. انت بتحارب ناس زي ديل، وانت جاي بنفس السياسة بتاعت الكيزان. عشان كده اعرف انه البلد دي بعد الدين نخاف من ربنا، ونلقى عندنا عمال أمنا في اي مهنة يكونوا امينين. انت لا في البلد دي والله ما تشتغل اي شغل، سيبك من مسألة السياسة، حكومة ان كانت قديمة ولا جديدة سيبك منها. انت لاحظ للشعب في حد ذاته، ونحن ما ناس سياسيين عشان نقول لنا كلام من خاف منه. نحن الغلط في الشعب السوداني بنقوله طز كده طوالي، ده غلط قاعد في مجتمعنا، وما بنصلح نحن الا نصلح مجتمعنا ذاته يتربى صح. الان اي عمليه انت دار تعملها، معامله دار تنجزها، الا ترجع صح، الا ترشي شغل في الجمارك، شغل في المطارات، شغل في غيره، في المرور انت ماشي في الشارع بيطبق بطاقتينك وجوان 20 جنيه بتلزق للعسكري،
ولا بعاين فين بجر ال 20 جنيه وبرجع لك بطاقاتك. تم التعامل الان الماشي الوضع ما دام بالصوره دي يا اخواننا. فالتغيير الحقيقي ما هو تغيير بتاع حكومات، افهموا لنا المعلومه دي، ونحن بنقولها كثير والناس ما بتستوعبها، لكن في المحكات زي دي بتجي تفهمها. التغيير الحقيقي هو تغيير المجتمعات، يتغير المجتمع، نصلح نحن مجتمعنا. نحن امام الجامع اللي بيقوم بيخطب بين الجمعه بيكون هو ذاته ما فاهم شيء في الدين، الدين ذاته ما فاهم فيه حاجه، والدين عنده عباره عن تجاره بالدين، سياسه. علموهم الكيزان كده يا اخي، الكيزان ديل دمروا حتى يا اخي رجال الدين دمروهم. انت عشان تبقى رجل دين محترم عندهم لابد تفتي بالفتوى الدارينهم. نحن ما كان بيجيبونا ويستدعونا ويعتقلونا ويضغطونا ضغط على اساس انه نحن ما نمسك المايك ده نتكلم بالطريقه الدارينهم. ما اي زول لو رقبته ما بقى، ما في شيخ دين محترم بيقدر يتكلم الا زول ماشي في المجرى حقهم. ما اي حاجه خربوها يا اخي. عشان كده انت ما تيجي تتكلم لي عن انه نحن بنصلح بالخروج، الخروج ما بيصلح. الخروج ما بيصلح. الناس الدول اللي مشت لقدام دول قعدت وشافت المشكله المجتمعيه حقتها. نحن مشكلتنا مجتمعيه. الليله الاساتذه في قطاع التدريس ما بيدرسوا الطلبه معلومه كامله كثير منهم. ليه؟ عشان دارين يمشوا يشتغلوا الحصص الخاصه. الليله الحاجات اللي بيبيعوها في الشارع عندنا دي ما قضيه حكومه، دي امانه شخصيه يا اخ. دي نزاهه، نزاهه فرديه، ده امر مجتمعي. اللي بيبيع لك طعميه مغشوشه ما بيعملها بكبكبه، بيعملها بشنو؟ بالعيش وبالرموم، والزيت اللي بيعملوه بها زيت مكرر. ده سرطانات يا ناس، ده بيعمل كانسر. ده القاعد عندنا، يبيعوا لك البضاعه في السوق، يغيروا الديباجه بتاعتها منتهيه الصلاحيه، يغيروا الديباجه حقتها ويبيعوا لك بديباجه بتاع الصلاحيه جديده. دي مشكله بتاعت نزاهه شخصيه وامانه موجوده في المجتمع. احنا مجتمعنا لابد يصلح. الكمساري لو اديته القروش لو ما انتبهت ما بيديك الباقي، صح ولا ما صح؟ ده وضع عندنا قاعد. الليله بقسموا لك المواصلات، دي حكومه؟ ده شعبي يا ناس، واجهوا مشكلتكم، واجهوا حقيقتكم يا سودانيين. يقسموا لك المواصلات، انت ماشي من هنا الجبل، يقول لك من هنا انا ماشي التفتيش الشجره، من التفتيش تركب اللفه، من اللفه تركب الاحتياطي، من الاحتياطي تركب طيبه، من طيبه تركب الجبل. ليه؟ ليه؟ ما ذمه، عدم ضمير. دي مشكله بتاعت مجتمع يا شباب، ما تتغشوا. والله الهتافات والكلام الرنان اللي احنا سمعناه ده ما بيحل مشكله بتاعت مجتمع. نقعد في الواطة ونعلم المجتمع. الكلام ده ما كان بيقوله سيد قطب لما قال المجتمعات نغير ونغير الحكومات في النهايه جراجع، وكتب في اخر حياته انه ده كله ما بينفع. النبي صلى الله عليه وسلم لما بدا الاصلاح بدا الاصلاح بالعقيده في الاول، لانه العقيده لما تصلح انت مع ربك بتخاف الله اللي خلقك انت حتكون فرد صالح في المجتمع. والله لو امنوا قروش البلد دي كلها ما تاكل منها قرش. لو انت تكون بتخاف الله يا اخي، انت هسه خوفوك بمنو؟ بخوفوك بالشيخ صح؟ ابوك الشيخ. وابوك الشيخ طاقيه معاك ذاته. اعرف المعلومه دي، ما نلف وندور كثير. انتوا ذاتكم حتمشوا. ونحن كان الله حيانا وانتوا الله حياكم، نحن قاعدين في البلد دي. حتمشي وتجينا راجع تقول لنا نحن اصطدمنا بالواقع. هتصطدم ولا ما هتصطدم؟ لو غيرت الحكومه كلها، شلت المدير جبت مدير جديد، وشلت الرئيس جبت رئيس جديد، وشلت الوزير جبت وزير جديد، اللي بيشتغل تحت منو؟ انت الليله نحن الازمه بتاعتنا اللي حصلت في المواصلات وازمه البنزين، ما كان اكبر المشاكل انه البنزين بيتباع من الطرمبات ذاتها؟ بيتباع بطريقه غير رسميه؟ ما دي اكبر الازمات كانت؟ دي اللي بيعالجها منو؟ انت يعني محتاج عشان تغير بالجد تغير اي موظف شغال، تجيبهم جداد وتجيبهم امينين، ديل تلقاهم وين؟ وين؟ يا ناس ديل بتلقاهم في المجتمع. عشان كده نحن رؤيتنا الرؤيه السلفيه انه تصلح المجتمع، وتلقائيا حينبع من المجتمع ده الحاكم الصالح تلقائيا. لكن انت امشي اصطدم. انت قال لك اذا ما بدك قيروا لك اصلا شغالين مضره من الليله دي، اعرف
دي الحكومه شغاله ده هنا وده شغالين مدقرين ليها شغالين ضر. ونحن حنبقى في السودان بين صراع جهتين، ديلاك بيطلعون الشارع وديل بيدخلون الجامع. حيجوا الكيزان يحركوا لك من الجوامع بعد شوي كور 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 واسلام واسلام وما ما الموضوع ما اسلام، الموضوع قروش، هو قروش بس داري رجع ثاني. فافهم الحاصل يا ولدنا. مساله قال نحن طريقتنا واحده، قال في المعالجه كان حكومه المؤتمر الوطني ولا حكومه حمدوك، طريقتنا واحده في المعالجه ونحن طريقتنا واحده في كلامنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان تروا شنو كفرا، ما كفر ما بنمرق احنا، انت دار تمرق ما مرقت انت اصلا وانتهيت وما عالجت. انت تعال اقعد وشوف طريقتنا نحن دي بتحل ولا ما بتحل. نحن طريقتنا دي فيها الحل، لانه دي بتجمع بين امرين، بترضي ربك ويومنا نرضي ربنا ونخاف الله. يا اخواننا الله بنزل لنا البركه، بنزل لنا البركه من السماء. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا ربنا قال لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ربنا بيفتح علينا البركه لما نحن نخاف الله.